ثلاثة، هل تقود محاكمة السعودية إلى محاكمة أمريكا؟ اتكلمت مع حضراتكم قبل كده إن دلوقتي اللعبة واضحة، إن هدف البعض في أمريكا إدانة السعودية وإدانة إيران، وياخدوا من هنا مئات المليارات وياخدوا من هنا مئات المليارات في موضوع 11 سبتمبر. غرض ما يجري في أمريكا إن إدانة إيران عبر محاكمة لإيران، وإدانة السعودية عبر محاكمة للسعودية، وفي الآخر من هنا أرقام ومن هنا أرقام. الكونجرس الأمريكي كان وافق على محاكمة السعودية، ومشروع القانون طلع بعد كده على أوباما في البيت الأبيض. والبيت الأبيض لما مشروع القانون طلع ليه، البيت الأبيض عمل فيتو، أوباما رفض مشروع القانون. لكن هيرجع بعد كده إلى الكونجرس من جديد، الكونجرس ممكن يقول والأرجح أنه يقول نعم، يعني هيعترض على اعتراض الرئيس الأمريكي، وبالتالي هيسمح بمحاكمة السعودية. الخطر بقى ممكن يحصل من إيه؟ أوباما بينبه إن لو حصل محاكمة للسعودية في أمريكا ممكن يحصل محاكمة لأمريكا في دول أخرى، هيبقى المعاملة بالمثل، وبالتالي يمكن محاكمة القادة الأمريكان على جرائم منسوبة إليهم أو على ادعاءات تنسب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة الموضوع مزعج جدا، بيتطور بقوة، الفيتو بتاع أوباما ليس آخر المشوار، وممكن بعد كده الكونجرس يوافق، وفي هذه الحالة هنلاقي محاكمة للسعودية ومحاكمة لإيران، السعودية تدفع كتير وإيران تدفع كتير، وفي هذه الحالة عندنا هنا حرب باردة بين الدولتين، وهناك استنزاف أموال من الدولتين، والعالم الإسلامي يغرق في مرحلة من المأساة الاقتصادية والمأساة السياسية معا. العالم الإسلامي مستهدف وعلينا أن ننتبه.